السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا أهلا يا سهلا بكم، وحياكم الله مع هذه القصة. قصة واحد يقول: أول بدايتي في الانحراف وشراب الدخان وهذه الأشياء. يقول أول شيء، يقول أنا وأصحابي كنا 5 أو 6 كذا، نروح في استراحة أبو زميلي، وبعد فترة يقول جانا شباب ثانيين ولموا علينا أيضا، بعد يمكن 4 أو 5، صرنا ما شاء الله كثير، صرنا حوالي 11 أو 12 نفر. يقول وأنا ما شاء الله يعني ولد صالح صراحة، يقول البيت حقنا ملتزم، يعني مو ملتزم مرة يعني إنها محرم كل شيء، لا، لكن نخاف ربنا ونعبد ربنا والحمد لله رب العالمين، وما نحب الأشياء اللي كذا، الأشياء اللي هي طيبة وناس كويسين، وحتى اللعن والكلام الشيم ما عندنا. يقول صرت أروح معهم نسمر، هذا وأنا يقول في 3 متوسط. يقول صاروا يتجمعون الشباب هذا، نتقهوى ونتعشى مع بعض. يوم من الأيام في مجموعة منهم يشربون دخان، يقول بدأوا يقولوا لي إيش، ما تقدر تشرب دخان، أنت ولد أمك، أنت ولد يعني أنك ضعيف ومدري كيف وهذا الكلام. يقول صار يسوي لي تحدي، يتحدوني على شراب الدخان. يقول وأنا ما كنت أشرب دخان، يقول قمت وشربت الدخان معهم، شربت تحدي، أول شيء تعبني وكذا وتعبت منه، وبعدين صار عادي، صرت أشرب الدخان، لما نجي في الاستراحة نشرب الدخان مع بعض. كنت لما أروح لأهلي يعني يقولوا إيش الريح هذا الشين، وإيش معك ريح دخان، يقول كنت أقول لهم إن هذا الدخان مع زملائي، ولما أجلس معهم الدخان يلزق في ملابسي وكذا، ويصير ريحة الدخان معه. هذا أول الانحراف. يقول أصدقاء السوء هذولا مو كويسين صراحة، يقول يعني أنصح أي واحد يشوف أصدقاء هذولا مو كويسين على طول يقطع علاقته فيهم، لأن حتى لو هو ناشئ نشأة حلوة راح يأخذونه في طبعا طريقهم السيء المنحدر ذا. يقول أخلص متوسطة وأنا أشرب الدخان بالدس، أهلي طبعا ما يدرون. يقول وأخذ فترة وأخلص 3 ثانوي، واحنا باقي اصحاب نطلع في الاستراحات ونتقهوى ونتعشى مع بعض. يقول طرحوني في شيء واحد، طرحوني في الحبوب. يقول خدت فتره يعني صراحه حتى انا نفسي يعني نقدت على نفسي اني صرت امشي معهم في هذا الشيء اللي مو كويس. يقول صرت معهم اكل معهم هذه الحبوب، صرت مدمن حبوب معهم. يقول واخذ فتره ايضا واخلص واخش الجامعه. يقول خشيت الجامعه، بديت أنا يعني أكره هذا الأولاد الرجال، هذا العيال الشباب اللي أصحابي ذي، صرت أنا ما عاد أحبهم، صرت يوم أروح للاستراحة ويوم ما أروح للاستراحة، ومع أمي يعني باقي تزن علي أتركهم، مالك فيهم لزوم يا ولدي، حتى شكلك تغير وكذا. يقول وأتركهم، قمت أتركهم على شوي شوي إلين خلاص ما أدري لهم. صرت أروح للمسجد وأسمع الدعاء مثل الحديث، وصرت أسمع لما تجي ندوة في المسجد أروح أسمع الندوة هذه، محاضرات. يقولوا قمت وغيرت الأصحاب اللي هم كانوا سيئين، وصرت أجلس مع عيال أذالة تعرفت عليهم في الجامعة. العيال هذالة عيال صالحين ما شاء الله، ما يفوتهم ولا فرق في الصلاة، وبعدين ما شاء الله كلامهم حلو، يعني كل شيء فيهم حلو الصراحة. يقول حبيت أنا العيال هذولا، صرت أجلس معهم شوية شوية، تخرجت من الجامعة وأنا أمشي مع هذا الشباب. يقول قررت قرار أني أترك هذا الدخان وأترك هذا الحبوب. يقول وأروح وأتعالج، عالجت نفسي صراحة، رحت تعالجت في المستشفى حق الأمن، وما شاء الله عطوني علاج، وقالوا ما دام كنت مستجيب وتبغى إن شاء الله ربي بيشفيك. يقوى الحمد لله وارجع رب العالمين مع دعوات أمي وأبوي إلي وسندهم لي، يعني بدأوا يساندوني أني أترك هذا الشيء، والحمد لله. يقول بعد ما خلصت جامعة ما شاء الله، يقول توظفت وظيفة عسكرية، يقول بعدها تزوجت والحمد لله استقريت، وطويت الصفحة هذه كلها يعني يا عيال. يقول أباكم تقولوا للعيال الشباب هذالا، إذا كان صديقك هذا أو صاحبك سيء اترك هذا الصاحب،
لأن الصاحب هذا ساحب. شوفوا يقول أنا كنت صالح وكنت ما شاء الله ومتربي في بيت كويس والحمد لله، لكنهم سحبوني في الدرب السيء. لكن الحمد لله مع دعوات أمي ورجوعي رب العالمين واستغفر ربي، استغفرت لهذه الذنوب اللي أنا يعني قمت معهم فيها، لا والحمد لله يقول خلاص تبت من تاب تاب ربي عليه، وصرت الحين ما شاء الله من بيتي إلى المسجد عند أهلي وإخواني، وما شاء الله يعني حتى الأصحاب اللي أنا تعرفت عليهم وهم كويسين أنا باقي معهم. ويوجه رسالة للشباب، أي شاب عنده صاحب سيء لا يقعد معاه ولا يصير له صاحب. أنت أنصحه مرة مرتين يقول إذا ما اتعب اتركه، واللي يستفزك هذا ويتحداك هذا ترى مو صاحب، هذا يبغى يقضي عليك. وإلى فيديو آخر وإلى اللقاء.